السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ كيف بقيتو؟ كيف بقيت الصحه ديالكم؟ نهاركم مبروك ان شاء الله يا ربي. بغيت نشارك معكم واحد لا فيديو اللي نتوما طلبتوه مني بحكم دابا الصيف، الناس كيبغيو التخفيف داكشي وحده، كنبانو ضعيفات، كنبانو نحيفات، وكتنقصنا الماكله بزاف في الصيف. سولتوني نتوما على لا مارك ولا على شي مكمل غذائي اللي تقدروا تاخذوا يعطيكم نتيجه زوينه وكيصلح لفقر الدم، للتساقط، للابو، بزاف ديال الاعاديه المنافع فيه، هو اللي هو سبيرين. سبيرين البنات، نتوما سولتوني عليها وانتوما طلبتوني هذا الفيديو هذا، وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم بحكم نتوما طلبتوه، ونعطيكم المنافع ديالها وكيفاش الطريقه ديال ناخذوها باش تعطينا ديك النتيجه اللي بغينا، وشنو هي السبيرين بصفه عامه، طريقه الاستعمال ديالها. اول حاجه البنات، سبيرين راها من طحالب البحر، سبيرين ولا سبيرينا كل واحد كياكلها، طحالب البحر اللي منافع ديالها زوينين بزاف وعديدين، منهم كما قلنا الزياده في الوزن، تساقط الشعر، الطفيرات ديالنا، لابو ديالنا. مهم كيف ما قلنا بالنسبه للسبيرين البنات، كما قلت لكم البنات بالنسبه للسبيرين كبيره بزاف. وهي شنو هي اصلا السبيرين؟ السبيرين هي بكتيريا نافعه، بكتيريا نافعه اللي كتصلح ناكلوها حنايا. غير هي البنات بالنسبه للسبيرين فيها تقريبا 1500 ولا 2000 نوع ديال البكتيريا، منهم 35 بالضبط اللي صالحه ناكلوها حنايا ونستخدموها حنايا البشر، 35 اللي كناخدوها سبيرين، وخاصنا ناخدوها من مصدر موثوق، مثلا من بارافارماسي ولا من لافارماسي، تقولي لا الشاب ولا البودغ ولا ولا، من الاحسن تاخديها على شكل حبيبات، شكل كيلو. اصلا هي حبوب البنات، شوفوا هنايا حبيبات. وكاين بزاف ديال لي مار ديال سبيرين، ماشي ضروري تاخذوا هذه اللي كنهضر لكم عليها انايا، المهم تاخذوا سبيرين. تقولوا لي كيفاش الطريقه باش نستعملوها؟ الطريقه البنات كناخذوها تقريبا من بعد مور الماكله بربع ساعه بالضبط باش كتعطينا النتيجه. وماشي غير هي مثلا خدينا سبيرين من بعد الماكله نقولوا صافي راه كافينا لوكور ديالنا، راه مكمل، خصنا ناكلوا مواد الماكله ديالنا الطبيعيه وهذه كنكملوا بها المكملات الغذائيه اللي كنكملوا بها شي حاجه ناقصانا، داك الشيء باش كناخذوا كنسميوها مكمل غذائي، ماشي غذاء، مكمل غذائي اللي هي سبيرين. سبيرين البنات كما قلت لكم 35 نوع اللي هي نافعه، الشيء الاخر كله ضار. اللي هي النافعه تلقاها في البارافارماسي، في الفارماسي. الطريقه كيفاش ناخذوها؟ ناخذوا تقريبا راه كيكون بدالي لكم من 4 حتى 6 الحبات في النهار. انا كنكونساي ليكم كناخذوها من ناخذوا 3 الحبات 4 الماكسيموم، ما نفوتوهمش 3 4. شنو هما تقريبا؟ كناخذوا في الفطور مور الفطور بربع ساعه، مور الغدا بربع ساعه، مور العشاء بربع ساعه، فطور غدا عشاء 3. بغينا نزيدوا الرابعه كتكون في ما بين الكوتي، ما بين تقريبا مين كنبغي ندير الكوتي كندير الكوتي كناخذوها، مي خاصنا ناخذوها مور العشاء ان شاء الله باذن الله. هذه هي سبيرين بالنسبه لتساقط الشعر فن البنات. بالنسبه للانيمي، الناس اللي عندهم فقر الدم، خديها وبكل ثقه غتعطيك واحد النتيجه اللي فريمون زوينه. انا هي كونساي في البارا فريمون البنات اللي خد نكونسي تالو كيجيو كيولي يقول لك لا في الوالدين وكياخذها. المده اللي ناخذوها ديالها، لان المكملات الغذائيه ما كنطولوش فيهم كيف ما بغا يكونوا، كناخذهم 3 شهور، 3 ديال الشهور، الشهر الاول الثاني الثالث، 3 شهور ما نفوتوهاش، كنحبسو 3 شهور وحده اخرى عاد كنولي ناخذوه، ماشي ناخذو سويفي لا، كناخذو 3 شهور كنحبسو 3 شهور. كما قلت لكم البنات، بالنسبه للناس اللي كيديروا السبور الرياضه فريمون كتعطيك نتيجه غزاله وسريعه، كنصحكم ديروا السبور وتاخذوها. تقولوا لي واش كتصلح للبنات والدراري ولا غير البنات؟ نقول لكم ياخذوها البنات والدراري، ما تخافوا حتى شي حاجه، رجال وعيالات. بالنسبه للوليدات ديالنا فوق نقولوا حنايا من فوق 10 سنين توهالهم ما تخافوش منها. بالنسبه للمراه المرضع،
المراه المردين كتسولني البنات كتقول لي كافاك حنا بقينا كنردو ولكن راه ما قتلناش الشهيه وضعها فينا واش ناخذوها واش ما تديش الحلوب الحليب بلاكس سبرين كتزيد الحليب خديها الا كنتي كترضعي هذه هي سبرين هذه الطريقه باش كناخذوها والمنافع ديالها ليش كتصلح جينا لغيت الفن ديال الفيديو مابقيتش كنبغي نطول لكم لي فيديو كنخليكم خير ظريف وكنعطيكم من قلة ودل وداكشي اللي خاصك نطيبكم باش ما تملوش من الفيديو تسناو لي فيديو جديد ان شاء الله نتوما طالبين عليا ان شاء الله على النوع ديال البشره واللي جال اللي خاصنا نصلو بهم الوجه ديالنا يا بدو ما ان شاء الله ما تزابيوش كنموت عليكم تهلا في راسي.